أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم على كتابه الكريم، على كتابه الكريم أن أكون مخلصا لله، أن أكون مخلصا لله أمينا لمليكي ووطني، أمينا لمليكي ووطني، وأن أقوم بواجبي بكل إخلاص وأمانة، وأن أنفذ الأوامر التي تصدر إلي من رؤسائي في غير معصية الله، والله على ما أقول شهيد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمته وأن يوفقنا جميعا خدمة ديننا وبلادنا وشعبنا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.